مبروك رئيس جمعية حسني الدعائي لكرة القدم. نعم نضم المشاركين في هذا الدوري وهذا البرنامج الرائع اللي كان فيه إن شاء الله تكريم بعض اللاعبين القدماء هنا بمدينة العرائش. وكان مباراة كما كنشوفوا مباراة كتجمع ما بين مباراة كرة السلة ومباراة كرة القدم. ضمن المشاركين في مباراة كرة القدم فريق حسنية العرائش مع فريق أبناء العرائش بالمهجر. صراحة كانت واحد المباراة قيمة شيقة استمتعنا به الحمد لله. كان واحد وفد كبير واحد جمهور كبير هنا الحمد لله كما كتلاحظوا في مدينة العرائش. التقييم ديال هذه المباراة كان رائع، أجواء رائعة حماسية، والرابح الأكثر هو الطفل. الطفل هو الرابح الأكثر في هذه التظاهرة الرياضية في هذا الحفل الرياضي. والحمد لله حسنية العرائش كتحقق لقب آخر وكتفوز بهذا الدوري المنظم. كنشكروا العرائش أنفو على هذه التغطية ديالها، دائما حاضرة معنا ومكبنة في جميع صراحة جميع